صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة ولا ينسون أن بيننا أياما لا تنسى وذكريات لا تحصى، صباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا، صباح السعادة لكم. صباح الخير يا نور. صباح الخير لك مشلين ولكل مشاهدينا. صباح الخير، كلمتان لهما تأثير كبير على النفس الإنسانية، فكم من كلمة استطاعت أن تبني أممنا، وكم من كلمة أثرت سلبا على مجتمع ما. فللكلمات الصباحية أثر كبير ينعكس بشكل إيجابي على بقية اليوم، فلا يوجد شعور أجمل من أن تصلك رسالة صباحية من شخص تحبه يتمنى لك فيها يوما سعيدا ليخبرك بأنه قد تذكرك عندما استيقظ من النوم. ولا يوجد أجمل من أن ترسل ونرسل نحن هذه الرسالة إلى من نحب لنرسم على وجوههم الابتسامة في الصباح. قد تستغربون لماذا نتكلم اليوم باللغة العربية الفصيحة، ولكن هناك سبب لذلك. في مثل هذا اليوم 18 من كانون الأول ديسمبر صدر قرار الجمعية العامة المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، والغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد برامج أنشطة وفعاليات خاصة. تماماً، وتعد اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد عن 400 مليون نسمة من سكان المعمورة، ويتوزع متحدثو اللغة العربية بين المنطقة العربية وعديد المناطق الأخرى المجاورة، حيث إن للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة، لغة القرآن، ولا تتم الصلاة وعبادات أخرى في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها، كما أن العربية هي كذلك لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية. أما الآن سنذهب إلى فاصل ونبدأ بعناوين حلقتنا. صباحكم خير عن جديد. طبعا هلا صار الوقت حتى نتعرف على عناوين حلقة اليوم وشو معنا لليوم. ومن عناوين حلقتنا رح ننتقل لمطبخ صباح الخير لنتعرف مع الشيف توهاماز شو محضرة طبق لليوم. يسعد صباحك يا شيف. يسعد لي هالصباح يا نور. صباح الخيرات يا توهاماز. صباح النور يا مشلين. وانسى صباح النور يا نور. انا تشجعت مثلكم على فكره احكي اليوم، لا هيك رح اقدم لكم اليوم سوف رح اقدم لكم. انا عم نطبق الباذنجان من الاخر. نطبق الباذنجان. 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 اوكي. هي الباذنجان. الباذنجان هي كاللغة العربية الفصحى، بس نحن ما فينا نقول مع باذنجاني هيك.
باذنجان غير شكل. ايوه باذنجان غير شكل. اكيد بعد شوي رح نعرف منك التفاصيل. وطيب الاكل اليوم وهيك فيها يعني عناصر غذائيه كثير عاليه. شكرا لك شيف. المفاجأة من مسابقة الكأس مستمرة بملايين الليرات السورية. واليوم خلال حلقة صباح الخير رح يكون في 3 سحوبات، كل سحب بقيمة 1.5 مليون، ورح يكون في سحب خاص ومميز بقيمة 10 مليون ليرة سورية لصاحب أكبر عدد من الرسائل من بداية المسابقة لهلأ. وبنتمنى طبعا أنكم تكونوا من الرابحين المحظوظين لليوم معنا. تماما، ورح نخبر المشاهدين للاشتراك بالمسابقة. ما عليكم إلا تبعثوا كلمة هدف على الرقم 1122 من أي خط سيريتيل، وفيكم تبعثوا كمان كلمة هدف على الرقم 1100 من أي خط MTN. شاركوا وابعثوا مسجات أكثر لتكونوا من الرابحين. السحب رح يتم بالجزء الأخير من حلقتنا لليوم. وهلأ خلونا ننتقل معكم لأجواء الميلاد بمناسبة قرب فيها حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وكل الناس بتحب هاي الطقوس وطقوس هذا الشهر على وجه الخصوص، وخاصة شجرة الميلاد أثناء إضاءتها يلي بينتظروها الكل لحتى يحتفلوا كمان بحب حواليها. أكيد نور، والاحتفال بشجرة الميلاد كان هالمرة بمدينة إزرع بمحافظة درعا بحضور فعاليات أهلية وعروض مميزة للكشاف وكثير من الأغاني والفقرات الشعبية والفنية يلي رح نتابعها سوا بهالتقرير. احنا بنطلب من ربنا يسوع المسيح انه ابسط الامور يفك الحصار عن بلدنا، عن سوريا، عن اولادنا، عن كبارنا بالعمر حتى يلاقوا حب الدواء. ان شاء الله بنعد عليكم على سوريا. احنا شعب تواق للامل، تواق للفرح، ان شاء الله دائما بضل ايامنا فرح. نتمنى الخير للجميع، وان شاء الله هاي السنه كمان تكون سنه سلام. مثل كل امنياتنا على طول انه ننعم بالسلام على طول. وعيدوا علينا وعليكم جميعا بالصحة والعافية والسلام لكل العالم، والحمد لله دائما وابدا ان شاء الله بتفرج علينا وبتفرج على كل العالم. يعني مبسوطين بالشجرة وبجو العيد. كل عام وانت بخير. تمنياتنا لكل الوطن ولكل شعبنا وسوريا ظل بخير، كل عام وانتم بخير للجميع، وان شاء الله تظلوا بنعادوا عليها بالصحة والسلامة يا رب. مثل هذا الجميع بالخير والسلامة، إن شاء الله هيك مثل هذا على الجميع.
صباح الخيرات عن جديد. رح نبدا باولى فقرات حلقتنا لليوم. الاعياد المجيده هي مناسبه بيجتمع فيها الكبار والصغار، الاهل والاصدقاء، ولهذا السبب من المهم انه نحن نعرف اصول التعامل والتصرف الصحيح لحتى نتفادى قدر المستطاع المشاكل اللي ممكن تصير. يعني نكون نحن بعيد ونبلش هيك انه عملت وساوت ولك كيف تصرفت وهيك مو ما بيصير وما نو اتيكيت هذا التصرف، يعني في اشياء كثيره ممكن تصير هي غير مقصوده مننا، ولكن نحن لازم نعرف كيف نتصرف، نعرف كيف نحترم هذا الموقف ونحترم اتيكيت المناسبه. خبيره الاتيكيت بارعة العطار دائما بتخبرنا اهم التفاصيل عن هذا الموضوع وهي موجوده اليوم معنا باستوديو. صباح الخير. صباح الخير مدام. صباح الخير ميشا، يسعد صباحك. صباح اهلا وسهلا فيك بارعة معنا لليوم. دائما بكل مناسبه دائما بناخذ منك اهم القواعد الاساسيه للتصرف التصرف الصحيح اللائق بقواعد تبع عن الاتيكيت للتعامل مع مناسبات الاعياد او اي شيء ثاني. ولكن نحن هلا بفتره اعياد، يعني وراس السنه قرب والاعياد المجيده كمان على البواب، خلينا ناخذ منك القواعد الاساسيه العامه للتصرف والتعامل مع الاعياد بشكل عام. اول شيء خليني اقول لكم ينعاد على الجميع يا رب واعياد مباركه. اهم شيء نحن لما بنحكي عن هي الاعياد نحن بنعرف انه هي طبيعتها دينيه. نحن لما نقول عيد الميلاد المجيد، عيد الأضحى المبارك، يعني أي أعياد نحن عم نحكي فيها هي أعياد دينية. والأعياد الدينية ترمز للعطاء. دائما لما بنحكي بنحكي عن العطاء. نحن مثل ما بنعرف سيد المسيح لما تحت الشجرة دائما بتشوفي إنه هالكادويات موجودة. شو معنى هالكادويات؟ معناتها العطاء، تمام. فبالعيد التسامح، الكلمة الطيبة، ما في مشاحنات، هي مناسبة. نحن مثل ما بنعرف بكل بالنطاق الاجتماعي بجوز الأصحاب مع بعضهم في شوية مشاحنات أو اختلاف وجهات نظر، حتى بالعيلة بعض الأحيان في إخوات شوية، فهي الأعياد دائما مناسبة لحتى تروح هي المشاحنات، لحتى أرجع أفتح صفحة جديدة طالما أنا عم بحكي بالعطاء. والعطاء مو بس بيكون مادي، العطاء بيكون معنوي. أيام الكلمة الطيبة هي أحلى عطاء. فأهم شيء إذا قلنا قواعد الإتيكيت بهي الأعياد هي التسامح والعطاء. دائما بنقول انه عيد الميلاد هو مناسبه لتجتمع فيها العائله. اي مناسبه ثانيه هي مناسبه شخصيه انت بتدعي عليها اي حدا بدك اياه. يعني عيد ميلادك اذا بدي اقدم لك هديه بدها تكون قيمه، لانه هذا شيء شخصي لك وهذا مردود لانه انت حتردي لي اياه بعيد ميلادي. صحيح. العيد هو للعائله. اللي نحن شوي عم يحملنا عبء وعم يعمل علينا لود انه انا بدي اعمل غداء الميلاد او عشاء الميلاد كعائله، عم بضطر اني كبر وبدي اعزم وبدي هي. الغداء او العشاء يختصر على العائله فقط لا غير بهذا الوضع والظرف اللي نحن عايشينه. تمام. انا بدي راعي في اصول. انا بقول دائما، ما بقول انا شو لازم اعمل، بقول ماذا يجب وماذا يقول الاتيكيت بهذا الموضوع، بس بقول انه هي مناسبه عائليه، فانا ماني مضطره اني اعزم كذا شخص. ممكن ثاني يوم، انا اول يوم احتفلت مع عائلتي، ثاني يوم اطلع مع اصحابي، اعزم اصحابي. عم يصير فيها لود كبير بجميع جوانبها، سواء انا لما بعمل عزيمه بالبيت اني انا قاعده بالمطبخ ست البيت طول الوقت، قاعده بالمطبخ وعم تشتغل، ما عاد عيد، صار مثله مثل اي نهار، انا صحيح. عندي عزيمه عم بشتغل. بدي اقول شغله كمان، انه حتى لو كانت عائليه لازم يكون فيها تعاون. يعني ميشو عازمه اخواتها، هي وياهم، هي الداعيه، هي بتعمل شيء، اختها بتعمل شيء، اخوها بيعمل شيء، بيجيبوا معهم شيء. بلس انه لازم تكون هي الاطباق كلياتها من النوع الجاهز، انه تنحط دغري على الطاوله، ما بدي اقضي وقت بالمطبخ فيها لحتى اكون مع بعض. عم بيصير اشياء ايام فيها لغط، مثلا انا بدق طبعا سواء باي وسيله انا عم بدعي فيها، ان كان بالتليفون، ان كان بدعوه رسميه، وهي لما تكون عائليه ما بدها رسمية، مجرد تكون وسائل تواصل واتساب عم ينبعث. اني انا بدي احدد انا شو عامله، غداء، عشاء، ريسبشن، بوفيه، انا بدي اعرف شو جاي، لانه انا عم جيب معي مثلا اولادي، بدي اعرف انه انا رايحه ولا عشيهم، ولا انا رحت على شويه حلويات، انا عامله حسابي انه جاي اسهر عند ميشلين وهي عامله عشاء،
فهذا الشيء بده يكون واضح. شغلة ثانية أيام إنه أنا بعزم أكبر عدد من الأشخاص وأنا المكان عندي ما بيساع، هي من أهم قواعد الإتيكيت. حتى لو كنت أنا بالعيلة، الضيف يكرم وله محل يقعد ويقدر يأكل وينبسط. فتقريبا هيك بنكون أوجزنا شيء بسيط عن شكل العيد بشكل عام. يعني أنا أحلى شيء قلتي إنه نجيب شغلات تكون جاهزة أو مو جاهزة، نحضرها بالبيت ولكن تنحط على الطاولة بس، لأنه أغلبية الماميات أو أي سيدة منزل يعني هي اللي عازمة بتلاقيها ما بتقعد على الطاولة. نحن هيك العرب، فمش مش عيد كرسيتها فاضي، رايحة جاي رايحة جاي، بس هي عم بتقدم أطباق للأشخاص اللي موجودين. طيب، عم تكون الظروف صعبة على الكل من دون استثناء، علينا وعليكم كلياتنا، ما لنا جايين أكيد من الفضاء ولا بهيك طائرة غريبة وجينا على هذا الكوكب. في ظروف صعبة، أوقات العالم عم تقول إنه خليني أعتذر أنا عن المناسبة، يمكن أريح لست البيت يلي عزمتني، للعائلة يلي دعتني، يمكن تكون أريح كمان لإلي، لأنه أنا وقت بدي روح بدي أخذ معي كادو، بدي أخذ معي يمكن حلو، يمكن أخذ معي شيء من الأكل كمان مثل ما ذكرت إنه ممكن نتشارك بالأكل الموجود. أنا إذا بدي أعتذر لسبب من الأسباب، شو الطريقة اللبقة لحتى أنا أعتذر عن الدعوة؟ هلأ خلينا نقول بالنطاق العائلي الاعتذار مفضوح، يعني انت ما فيكي واضح عرفتي. بالغريب فيكي تقولي والله ما بدي غلبك، نحن السنه محتفلين برا مثلا، والله مسافرين طالعين عند قرايبين زوجي قرايبين اهلي، يعني تحاولي تتملصي شوي من القصه بطريقه لبقه. بس خليني اقول لك شغله، نحن ما بدنا نعتذر وبدنا نكون مع بعضنا بهي الأعياد الحلوة بين قوسين مع عدم التكلف. خلينا شوي نحكي عن مثل ما قلتي إنه شو بدي أجيب معي ولا الهدايا ولا هي اللي عم ناكل همها، وخصوصي إذا أنت جايبتي لي شيء لازم يرد لك يا بالأحسن وأنا غير قادرة أني أنا رد لك يا، وبدي تزعلي وتاخدي على خاطرك وتحكي الهدية ما عجبتك، في ألف تساؤل، في ألف مشكلة بارعة، كيف لازم نتصرف بهذا الطريقة؟ هلأ أول شيء شو قلنا، أن العيد هو عطاء تماماً. الهدايا للأطفال فقط، ونحن بنعرف حتى بالإتيكيت أنه أنت مثل ما بتعلمي الطفل لما بيكون صغير، لأنه هو وعاء فارغ، فأنت شو بتصبي فيه هذا الوعاء هو بيرسي فيه، فأنت ما تبلشي تعلمي طفلك. أنت بدك تشتري له الهدية، ماما هي العشرة، خمسة لك هدية وخمسة للأطفال المحتاجين أنت بدك تقدمها. هي الهدية رمزية، معنا شغلة أوفر لازم كبر فيها. هلأ كل شيء أطفال تحت سن 16 فيني أنا أعطيهم هدايا بسيطة. أنت قادرة ومحبة منك للكبار يعطوا بعضهم، حتكون الهدية هي جست بسيطة. هلأ بشيكي مثلا هيك التين ايجرز هدول هي بعد ال 16 بيقول لك انا ما بدي هديه، انا بدي قيمه ماديه مثلا. تمام، فيك تعطي قيمه ماديه، ولكن هذه القيمه الماديه مرفقه بكرت مكتوبه عليه ولازم عايد. شو البغي، شو الهدف من الهديه؟ انه هيدا الشيء اجاكي مني، فانا اذا اعطيت قيمه ماديه لشاب او لصبيه هو حيصرفها ما عاد يتذكرها، ولكن الكارت مع تمنياتي رح يبقى. نحن دائما عنا هيدي الهوبي انه نحتفظ بالكروت، انه هيدا وقت زواجي بعثت لي اياه نور، هيدا وقت عيد ميلادي. هلا اذا بدي اهدي الكباريه، الهديه القيمه مثل ما قلتي نور هي بتكون لما عيدك انت، عيد ميلادك، يعني انا وياكي بتبادل. ممكن انا بهيدا العيد الميلاد المجيد تكون موجوده هون واقدر اهديكي، وممكن انت بدك تردي لي الهديه بوقت عيد ميلاد ثاني، انا اكون مسافره برات البلد تماما، فانا ما بدي هالكوست الكبيره تكون لا حملك اياها عبء ولا انا اتحملها عبء. هلا احلى شيء بهيدي الاعياد، ونحن دائما بنقول انه عطاء، ولكل الطوائف ونحن عندنا هيدا التعايش دائما موجود عندنا، مش بالضروره الطائفه المسيحيه فقط تحتفل وتهدي بعضها، هو هذا عيد لازم الناس كلها تهدي بعضها فيه. خلينا نحكي شيء، مثلا انا نور عملت لي
عملت لي هيك فيفر، عملت لي معروف صغير. هي دكتورة وأنا عم روح عاينتني مثلاً وما عم تأخذ مني، فأنا بكتسب وبنبسط إنه فترة أعياد وأنا من الطائفة المسيحية ونور من الطائفة الإسلامية، أنا ببعث لك كادو. هالكادو بده يكون بسيط ولو هو شوكليت. نحن دائماً منلاحظ إنه بالأعياد الشوكولا. هتسأليني ليش شوكولا؟ لأنه هيدي الشوكولا بترسل رسالة كتير حلوة إنه you are sweet as chocolate، أنت حلوة مثل الشوكولا، يعني مكانتك بقلبي. فمش بالضرورة بس للطائفة المسيحية ولا أخواننا المسيحية، هو عيد عطاء للكل. فأنا فيني أهدي الكل دائما ولو بشغلة بسيطة، ما بدي أتكلف مثل ما حكينا. ممكن يكون بلان، شقفة زريعة صغيرة مثل ما قلنا، شوكليت، علبة صغيرة. هي عبارة عن رسائل ترسل، تذكير بالمحبة الموجودة صحيح. بين شخصين. وهي هي الأعياد كلياتها فعليا هي رموز تمام. ودلالات كثيرة لها معاني كثير عميقة. ممكن نحن بتصرفات كثير صغيرة ممكن نتصرفها مع الأشخاص ونرجيهم إنه عن جد أنا بحبك، يعني بهي تماما. الطريقة أو ذكرتك بهي هي الأيام. صحيح، إن شاء الله يعني فعلا نقدر بشغلات البسيطة ونبعد عن الأشياء المادية. بس بتحسي في أشياء عن جد فعلا بتحب تدور على الأشياء المادية وتعاير فيها، في ناس لا مثل ما قلتي هي شيء رمزي، شيء محبة مني لإلك. أكيد شكرا كثير لإلك باري على كل المعلومات الحلوة هيك، للشيء التفاؤل الإيجابي اللي من بداية النهار لحتى نستقبل فعلا فترة الأعياد بكل محبة ولكل الناس. شكرا كثير لإلك. شكرا نور، شكرا مشلين، أيامكم أعياد وتفاؤل يا رب دائما. خلينا دائما متفائلين، بكرة أحلى بإذن الله بوجودنا ونحن قوايا إن شاء الله. شكرا كثير لإلك ست باري، أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك يا رب. هلا صار الوقت نروح لعند الشيف تهام ولنشوف مطبق الباذنجان كيف بتحضر. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. ومثل ما تعودنا دائما في للطبخ لنا حصة، واليوم بدنا نعمل أكلة لذيذة سهلة. قبل شوي كنت عم حاول لكم إياها بمناسبة اللغة العربية، نقول لا عمي نحن اليوم في ستات بيوت عم يتابعونا، لا اليوم بدنا نعمل مطبق الخضار بطريقة كتير لذيذة وكتير مهضومة. في عنا طريقتين، يا بنعملها بالبندورة أو ممكن نعملها بميتها نفسها، أنتوا حسب شو بتحبوا. بس طريقتها للتقديم جدا جدا رائعة. شو رأيكم نتعرف أنا وياكم على المقادير؟ هلأ أنا طبعا جنب منها بدي أعمل رز بشعيرية. هون في عندي رز شعيرية طبعا زيت وسمنة. هون في عندي بندورة بلشت أنا أقطع فيها البصل، قطعته دوائر مثل ما أنتوا شايفين بهذا الشكل، لأنه إلى هيك طريقة بالتقديم كتير حلوة. هون الباذنجان بيض العجل كمان قليته، كمان كله بقطع دوائر. طبعا انا يعني عملت هاي المرحله لانه بصراحه كثير بدي اخذ معي قلي، بقى انا قليته من على بكير. كمان البطاطا بتقلوها بهذا الشكل. هون في عندي شوي من البقدونس طبعا هي للزينه. هحتاج مثل ما قلت ميه بندوره او لا، انتم شو بتحبوا فيكم تحطوا. وهون في عندي ملح فلفل. اكله طيبه لذيذه يمكن كلياتنا بنعرفها، بس اليوم انا بدي اعملها بتقديمه غير شكل. نحن متعودين بالعاده بنجيب الباذنجان نقلي بنحفره وبنحشي وبنحطه مع بطاطا، بنحشي فليفله احيانا، بنحشي بندوره. بس اليوم لا، انا بدي اعملها بهذا الشكل، يعني يكونوا دوائر كلياتهم ورا بعضهم. وهلا شوفوا كيف طريقه التقديم حتكون كثير هيك حلوه لذيذه. هلا هون في عندي انا لحمه بتمنى تكون كفتة بهذا الشكل، رح قيمها وضيفها، بس هحط عليها ملح وفلفل، معلقة صغيرة من الملح مع معلقة صغيرة من الفلفل. طيب هلا انا قبل ما ابلش اعرك فيها ووسخ ايدي، مثل ما انتم شايفين هون انا بلشت اقطع البندورة كمان دوائر بهذا الشكل. هلا حارجع كمان بندوراي ثانية، هذا الطرف ما بدي اياه، يعني فيكم تاكلوا مثلا نبدأ هيك بهذا الشكل. وهلا انتم بدكم تحاولوا وقت لما بدنا نطبق الاكله تحاولوا يكون كلياتهم تقريبا قياس بعض. هلا نحن على هذا الاساس رح نشتغل. هلا هون مثل ما انتم شايفين عندي لحمه كفته، حطيت عليها ملح وفلفل رح ادعكها. يا سلام، هلا
هلا هيك دعكتها بالمي بالملح وبالفلفل. طيب هلا انا بدي احاول اطلع هون قديش انا تقريبا قياس الباذنجان هاي، بدي احاول اخذ قطعه من اللحمه وبلش اقرص بهذا الشكل، وبدي احاول قد ما فيني رققها. ومثل ما انتم لاحظتوا انا دائما عم حاول اجيب لكم اكلات شوي نوعا ما اقتصاديه، يعني انا مثلا ما بقول لكم والله انا بدي كيلو لحمه، يعني بقيه لحمه بنكتر الخضره شوي يعني بنظبط الوضع هيك، وهو على الكل على فكره يعني كلياتنا نفس الشيء، عم نحاول قد ما فينا نخفف هدول القصص، يعني نعمل اكله بشويه لحمه وترمي معانا. اساسا هو المطبخ الشامي من يوم اللي وجد على الكره الارضيه هو اساسا مطبخ بيقولوا له اقتصادي، لانه ايام زمان مثلا كانوا بشقفه لحمه هالقد يعملوا طنجره محشي هالقد، اما اذا طلعنا على اوروبا ستيكه واحده بتكفي شخص واحد، بقى دائما كنا معروفين بهي الشغله. مثل ما انتم شايفين هذا الشكل اللي انا بدي اياه، رح قيمه وصفه، يعني تقريبا بتكون تقولوا اصغر من البرجر بشوي. هلا حرد ارجع كمان اعمل وحده ثانيه. وبدي ارجع حاول قد ما فيني. هلا في ناس عندهم في المكنة تبع البرجر اذا بالبيت ظريفه ما في، كمان ممكن نساويها بطريقه ثانيه، ممكن تحطوها مع النايلون طابه صغيره وتعملوها هيك بالكاسه مشان يطلعوا قياسات بعض، بس انا بصراحه ما بدهم، يعني انا اخذ ايدي عليها بهذا الشكل بهذا الشكل هيك. لاحظتوا يعني تقريبا كلياتهم صاروا عندي نفس الاحجام. هلا انا بغيابكم رح ضل قاعده هيك عم كورهم لحتى يخلصوا معي، وما رح طور انا ما رح كمل الطريقه لحتى تجوا لعندي مره ثانيه. بس هلا شو رايكم تروحوا لعند مشلين ورنا وتكملوا فقرات صباح الخير باللغه العربيه او بدون نور نور بالليل؟ ما بعرف ليش، مع انه عقلي مو بالمصاري ما بعرف ليه. وانا حظبط لك اياها مشلين ونور. لا هي قالت صباح الخير، لا قالت رنا. رنا قالت رنا لا ما عم تكبكب، هي عم تكبكب ومعشوقه معشوقه اختي عم تكبكب. انا ليك شكرا لك شيف، يعني على الرغم من انه معظم الاطفال ما بيمتلكوا مهارات معرفيه لتنظيم جدولهم اليومي بشكل مستقل، ولكن فينا من عمر صغير نعلمهم كيف يخططوا وشو هي اهميه الوقت لحتى نعرف اكثر وشو هي الخطوات. لازم نتابع هالتقرير مع بعض. يعتبر تنظيم الوقت من أهم المهارات يلي بتوجب على الطفل امتلاكها، فهي بتساعده على تحديد أولوياته حسب الأهمية والضرورة، وهالشي بيتم من خلال عمل جدول تنظيم وقت يومي للأطفال ومتابعة المهام المطلوبة منهم. وطبعاً بيختلف الجدول اليومي للطفل بحسب المرحلة العمرية واهتماماته الخاصة، لكن بشكل عام بيوجد بعض القواعد الأساسية المشتركة يلي بيمكن تحديدها بسهولة عن التخطيط وتنظيم الوقت الخاص بالطفل. فمن العادات الأساسية يلي لابد أنه يتضمنها الروتين اليومي للطفل، وهي الاستعداد الصباحي، وقت الاستحمام، ووقت الوجبات اليومية، القيلولة والذهاب للنوم مساء، أداء الواجبات المنزلية، وممارسة الأنشطة المفضلة للطفل بالإضافة لممارسة التمارين الرياضية واللعب. وطبعا وضع الجدول اليومي مع مراعاة انتقال الطفل بين المراحل العمرية بيساعد على التقليل من الجدال اليومي مع الطفل، وبيساعد أيضا على تعليم التعاون والمشاركة بالعديد من المهام مع الآخرين، سواء كان ذلك أثناء اللعب أو القيام ببعض المهام المنزلية. إدراك قيمة التعاون والمشاركة وتعليم الطفل تحمل المسؤولية من خلال توليه مسؤولية أموره الخاصة مثل ترتيب الحقيبة المنزلية وغسل الأسنان وتغيير الملابس وترتيب سريره، بتعتبر تفاصيل صغيرة لكنها بتدفع الطفل لتحمل المسؤولية بشكل متدرج، وبتساعده على الحفاظ على مهارات التواصل بين أفراد الأسرة، فالطفل بيحتاج للتواصل اليومي مع جميع أفراد أسرته وبناء الروابط العاطفية الخاصة من خلال اتباع الروتين اليومي وتخصيص بعض الوقت للتجمعات العائلية، سواء كان من خلال تناول الطعام معا أو بممارسة بعض الأنشطة الجماعية أو حتى من خلال قراءة قصة قبل النوم. وهالشي بيعزز قدرات الطفل وثقته بنفسه أثناء قيامه بالمهام اليومية بشكل مثالي،
لهيك من المهم جدا تشجيع الطفل ومساعدته على تعلم تنظيم وإدارة الوقت. يصادف اليوم 18 من كانون الأول اليوم العالمي للغة العربية القيمة التي نفتخر بها، فاللغة هي الهوية التي يحملها الإنسان أينما ذهب، ولطالما كانت لغة الضاد من أكثر اللغات السامية التي تنفرد بغناها عن لغات العالم. وفي هذا اليوم لا محالة من أن نلتفت للتفاصيل الفريدة التي تجعل من هذه اللغة أجمل، ولا بد وأن نرى الكثير من الشباب يبرعون في هذه اللغة ويوظفون حبهم لها إما بالقراءة أو الكتابة أو الشعر. وفي الآونة الأخيرة تألق الكثير من الأطفال والشباب السوريون في تحديات عربية استطاعوا من خلالها إحياء أمل جديد داخل قلوبنا. لنتعرف على هؤلاء المبدعين فلنرحب بهم في الاستوديو، الشابة جودي أحمد والشابة جودي حميش. أهلا وسهلا بكم. أهلاً. كيف حالكم؟ أسعد الله صباحكم وصباح جميع مستمعي قناة سم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. حابين بلش معكم ونحكي باللغة العربية الفصيحة أم باللغة العربية العامة؟ فصحى طبعا الفصحى. سنبدأ بالحديث معكم عن مشاركتكم بتحدي القراءة العربي، وسنبدأ من عندك يا جودي. شاركت في تحدي القراءة العربي لأن لدي شغف كبير بالقراءة، فالقراءة هي ذخيرة العقل، من تسلح بها ساد وغنم وانتصر، ومن أغفلها هان وضعف وافتقر. تماما. سننتقل أيضا إلى جودي حميش ونتحدث عن مشاركتك أيضا بتحدي القراءة العربية. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا اليوم. بدأت في مشاركتي بهذا التحدي في شهر آذار، استطعت خلال هذا الشهر خلال تزامنه مع فترة الامتحانات أن أنهي قراءة 50 كتابا من أجل المشاركة في هذا التحدي. تنوعت قراءاتي ما بين رواية أدبية، تاريخ، علوم الطبيعية، رواية أدبية، سيرة ذاتية، وبدت أختار من كل جبل صخرة، فالصخرة تنفع للبنيان. عندما بدأت بالقراءة كان قلمي هو عيني الثالثة التي تلخص ما أقرأ. استطعت خلال أن أقرأ وأن ألخص استطعت أن أصل القراءة الهادفة، فقمت بتحليل ما أقرأ واستطعت أن أربط بين آراء الكتباء آراء الأدباء، استطعت أن أقارن بين وجهات نظرهم حول القضايا المختلفة، فشعرت بأن وقتي صار غالياً وثميناً وأن حياتي طالت. سننتقل الآن إلى مشاركتكم وبدايتكم مع اللغة العربية، ومن أي عمر بدأتم؟ حفظ للقرآن الكريم ساعدني كثيراً على نطق اللغة العربية بشكل سليم. بدأت التكلم باللغة العربية الفصحى من عمر السابعة، فكانت اللغة هي منبع الحرف والكلمة. ومن وجهك إلى؟ طبعاً والدي اللذان شجعاني من أن أنهل من منبع العلم والمعرفة. جودي أحمد بدأت في عمر السابعة باللغة العربية، وأنت يا جودي؟ بدأ عشقي للغة العربية مذ كنت بعمر السنتين، عندما كنت أغفو على قصص النبيين وأحفظ ما يتلو علي والدي من آيات القرآن الكريم. بدأت في القراءة وكان كنت أعرف الكتاب قبل أن أعرف الألعاب. متعتي كانت قصة وسعادتي كانت معلومة ومعرفة. تماما. كيف صقلتم موهبتكم؟ من أي عمر بدأتم؟ من اكتشف هذه الموهبة لديكم؟ أولا أن القراءة هي التي صقلت شخصيتي وموهبتي، فالقراءة هي أمة تقرأ هي أمة ترتقي. جودي أعديت دراسات نقدية حول عدد كبير من الكتب، فلتحدثينا لو سمحت عنهم. أذهلني أذهلني الأدباء بآرائهم وبكتبهم، فعزمت العقد ألا أتركهم إلا قبل أن أوجه لهم رسائل نقدية. وجهت لبعضهم رسائل نقدية بعنوان رسالة من محب لمن أحب، أولها كانت لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي مبادرة تحدي القراءة العربي. كانت لكتابه قصتي الذي يتحدث فيها عن نشأة دبي التي تمثلت بنشأة سموه. أما ثاني الكتب فكان للكاتب اللبناني جبران خليل جبران عن رواية الأجنحة المتكسرة، هذه الرواية التي كتبت بريشة الفنان لامست روحي وجعلتني أرى وأستنشق عبير الياسمين
وأرى انعكاس ضوء القمر على وجه سلمى، ولكن بالطبع اختلفت معه في مواضع واتفقت معه في مواضع أخرى. أما رسالتي الثالثة فكانت للكاتبة السعودية أثير النشمي عن روايتيها فلتغفري وأحببتك أكثر مما ينبغي. هذه الكاتبة استطاعت بكتابتها الرقيقة وأسلوبها الجذاب أن تجعلني أعيش في داخل هذه الرواية وأتخيل شخصياتي أمامي، لكنها استفزتني قليلا في بعض المواقف، فبات قلمي يبحث وينقب عن مواضع الاختلاف والاتفاق، وما زال للرسائل بقية. جودي أحمد، أخبرينا عن الشعر وعن إلقائك له على وجه الخصوص، وهل تلقين لنا شيئا؟ إن إلقائي للشعر من هواياتي التي أمارسها في أوقات فراغي، فحفظت الكثير من الأشعار لنزار قباني وغيرهم من الشعراء. هل كتبت شيئا؟ لا لم أكتب، لكن أحفظ. أوكي. حفظت هذا الشعر يقدمه هدية لفلسطين، الشاعر نزار قباني. أريد بندقية، خاتم أمي بعته من أجل البندقية، محفظتي رهنتها من أجل البندقية، اللغة التي بها قرئنا، قصائد الشعر التي بها حفظنا، ليست تساوي درهما أمام البندقية، أصبح عندي الآن بندقية. إلى فلسطين خذوني معكم، إلى القباب الخضر والحجارة النبية، 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيتي هناك، عن أرض المحاطة بالأسلاك، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي وعن صوري وعن كل ركن دافئ وكل مزهرية، أصبح عندي الآن بندقية. حفظك الله يا جودي. جودي حميش، فلنتحدث عن أهمية اللغة العربية في مسيرتك الدراسية أولاً وفي حياتك بشكل عام. جعلت القراءة عادة وعبادة، فحفظت القرآن الكريم أولاً، بات الكتاب ملازم، وبت لا أتركه إلا لأعود إليه عودة المشتاق. اللغة العربية هي أساس حياتنا، هويتنا وانتماؤنا. الرعاية باللغة العربية هي حماية وحفظ للقرآن الكريم. اللغة العربية هي فرض وتعلمها واجب على كل فرد. اللغة العربية هي بحر لا ينضب من المعرفة، كلما نهلت منه ازددت عطشا. كما أن اللغة العربية هي هويتنا، تاريخنا، ماضينا ومستقبلنا. ماذا تقولين جودي للشبان الذين من عمرك ويحبون الوصول إلى ما أنت عليه الآن؟ اقرأ فإنك بنجاح ما دمت تقرأ، اقرأ فأنت عزيزي، اقرأ فأنت من أمتي، اقرأ اقرأ فبمجرد قراءتك للكتاب ستصبح صديقا للعالم ولنفسك، اقرأ فكلما قرأت ازددت نجاحا أكثر من النجاح الذي أنت فيه. شكرا لك جودي أحمد، وشكرا لك أيضا جودي حميش، فخورين بكم جدا، وأهلا وسهلا بكم في برنامج شكرا. صباح الخير على قناة سما الفضائية. شكرا. أسعد الله صباحكم. صباحك. أما هلأ فصار الوقت نروح لحتى نعمل هيك شوية تمارين رياضية، يعني اللي ما بيحكي لغة عربية فصحى بتخيل إنه اليوم رح يبلش يقرأ. تمام، بلش هيك يمارس هاي اللغة، بتخيل كتير صعب عن جد. نحن كلياتنا يلي بنتحدث باللغة العربية البيضاء وقت نبلش نحكي باللغة الفصيحة فهو شيء ما نو سهل أبدا، بده كتير من الممارسة والمتابعة. فيعني مشكورين هدول الأطفال على هذا الجهد الكبير، ويمكن منحس بالضعف وقت نشوف طفل بهذا العمر هو عم يحكي بهاي اللغة وبهي الطلاقة، ونحن يمكن نكون أضعف منه. لهيك اقرأ كما قالت جودي، ورح نروح لتمارين رياضية بسيطة وراجعين. صباح الخير. اليوم رح نعمل مجموعة تمارين بتناسب كل الأشخاص، كبار صغار، نعملها بأي وقت بأي مكان. رح نعمل مجموعة تمارين ستريتشنج، مو ضروري تكونوا رياضيين لتعملوا هدول التمارين. هذا نوع من التمارين بتحسن مرونة جسمنا بشكل عام، حتى نتخلص من آلام الشنجات العضلية اللي بتصير عنا نتيجة الوقفة الطويلة أو القعدة الطويلة عبر مكتب أو وقت نشتغل على اللابتوب أو على الموبايل. فهدول التمارين حيساعدونكم كتير منيح إذا أنتم عملتوهم يوميا، تمام، إنه تحسوا إنه جسمكم أطرى.
تقريبا 30 ثانية. 1 2 3 4 5 6. ثاني جهة الثانية كمان إيد عكس بتشد عكس راسنا 2 3 4 5 6 7 8. تمرين الثامن والأخير جينا اثنين فرد جينا اثنين من راسنا حنضب كواعش لتحت باتجاه ركب نزل شوي صغيرة لتحت بنرجع نفرد وبنشد كمان مرة لتحت نثبت بنشد بنرجع لفوق كمان بنعيد هنعيد مرة أخيرة نجلس من تمارين الستريتشينج كتير مهمين جدا نحن نعملهم كل يوم. يعطيكم العافية وشوفكم بحلقة جديدة. صباح الخير عن جديد لكل المتابعين ومتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. قبل شوي كان في عنا فقر الطبخ وهلأ يعني عملنا فيها كم شغلة، بس الشغلات اللي عملناها كتير بسيطة. هلأ رجعنا مرة تانية لحتى نطبق الأكلة وتخلص معنا. مثل ما وعدتكم أنا اللي كان عم بتابعني قبل شوي، أنا بصراحة بغيابكم ما عملت شيء. خلينا نذكر أول شيء شو هي الأكلة اليوم اللي حنعمل. مطبق الخضار أو مطبق الباذنجان، ولكن هيك بطريقة لذيذة مهضومة. تقريبا بدنا نعمل كل الخضار كل الأشكال بشكل دائري، حتى اللحمة الكباب الكفتة عملتها
بشكل دائري، لان انا بدي اخذها بهذا الشكل. هلا انا اليوم عملت كميه صغيره، طبعا انتم فيكم تكبروا الكميه واكثر، بس نحن مشان تلحق معنا على الهواء حاولت ما كثير كمل، لانه بصراحه بدها وقت لبين ما انصفها. هلا حورجيكم هون، انا قطعت البندوره دوائر بهذا الشكل، عندي كمان البصل بهذا الشكل كمان دوائر، الباذنجان، البطاطا. هلا حنبلش نطبق انا وياكم، بس قبل شوي كنت عم اقول على شغله، بتحبوا تحطوا مية بندورة أو بتحبوا تخلوها هيك سادة بس ملح وفلفل؟ في ناس بتحب تحط مكعب من مرق الدجاج كمان بتطلع طيبة. لا، أنا بحب ولو تزهيرة خفيفة، يعني معلقة صغيرة بكفيني، مع رشة من الملح، وحنحط شوية مي وبنزيد لبعدين. هلا انا شو بدي اعمل؟ ضلت عندي بس بقى التطبيقه. هلا انا بدي احاول جيب مثل ما انتم شايفين هون الباذنجان، بدي اجيب كمان قطعه من الكباب. هلا هي كلياتها على فكره وقيه، بس انا قد ما فيني رققت اللحمه. طبعا اللحمه هي كفته، حطيتها ملح وفلفل بس، ما حطيت شيء، شايفين؟ بس ملح وفلفل ودعكتها، وهي حطيتها بهذا الشكل، وهيك صارت عندي. يعني بتمنى انا اللحمه الكباب تحطوها بالنص بهذا الشكل. هلا حجيب كمان قطعه من البطاطا، كمان بدي ارجع قطعه من البطاطا بهذا الشكل، وحارجع اسكرهم بالبندور بهذا الشكل هيك. حقيم وبلش بقى صفهم بهذا الشكل، بدي احاول قد ما فيني رصهم ويضلوا يعني اخذين معي نفس الدرجه هيك بهذا الطريق. حنرجع نعيد وحده ثانيه، حارجع اجيب باذنجاني مع قطعه من الكباب وكمان باذنجاني، حارجع اسكرها بقطعه من البطاطا مع قطعه من البطاطا. هلا طبعا قد ما حاولت انه يكونوا قد بعض ما رح يكونوا قد بعض، حارجع اجيب انا هون حاطه بندورايه، رح اقيمها وارجع احطهم بهذا الشكل وازركها. كمان حاعملكم اخر وحده، طبعا انا رح كمل معاكم. هلا انا بجنب منه شو بدي اعمل؟ مثل ما انتم شايفين حاعمل بجنب منهم رز بشعيريه، كمان حارجع اجيب باذنجان، قطعه كباب، حارجع اسكرها بالباذنجان. ليش انا عم سكرها بالباذنجان؟ لانه الباذنجان بيمسك لي اياها كثير منيح. حارجع هون بطاطا وهون بطاطا مع قطعه بندوره، هاي منيحه، حارجع سكرها بهذا الشكل، ولحضل هيك عم كمل مثل ما انتم شايفين بهي الطريقه هيك لحتى تتعبى عندي البيركسه كلياتها مثل ما هي. بعدين البيركسه لحطها بالفرن واطبخ جنب منها رز. الشغله الوحيده كمان مثل ما انتم شايفين، هلا يمكن تقولوا ليش ما استعملت البصل؟ هلا فيكم البصل بيناتهم وتحطوهم، بس انا ليش ما حطيتهم بيناتهم؟ انا جعبالي ينشووا يعني يعطوا طعمه الشواء، بقى انا بفوقهم رح اصير افرط البصل بهذا الشكل وحطهم على وشها مع الفليفله لحتى تعطيني شكل كثير حلو هيك مثل ما انتم شايفين. يعني توقعتوا هلا انتم انا كيف بدها تكون، حميلكم اياها شوي، يعني انتم متوقعين هلا كيف رح بيكون شكلها بعد شوي هيك. وما ضل غير ترجعوا لعند المذيعين وتستكملوا فقرات صباح الخير وترجعوا لعندي لحتى تشوفوا الشكل النهائي تبع التقديم تبعه اللي بده يطلع بياخذ العقل. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا شكرا كثير. الله يعافيك. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبيه، يلي جرب الالم يلي بتسببه حصيات الكلى او ما يعرف بكريزله الرمل فورا بيقول تنذكر وما تنعاد، لانه الالم فعلا لا يطاق. وطبعا هي الحاله بتحتاج من المريض اهتمام ومتابعه لحتى يتخلص من كل المسببات. عن جد يعني يلي هلا عنده هي المشكله بيكون قال انه وصفتي يعني الوصف الدقيق للحاله، تنذكر وما تنعاد. لهيك العالم دائما عم يبحث عن تطورات بعلاج حصيات الكلى، وآخر هالتطورات كانت تقنية المنظار المرن يلي رح نتعرف عن آلية عمله وشو معايير استخدامه وخصائصه مع الاختصاصي بجراحة الكلى والمسالك البولية الدكتور خالد طبجي. صباح الخير دكتور خالد. صباح الخير إخواتنا، الله يعطيكم العافية. يسعد صباح أهل الشام وأهل سوريا الحبيبة الغالية. هالأيام الباردة الجميلة هي فيها جمال من البرودة، لكن أليمة على الناس اللي بتشكل حصيات بسبب انه الواحد بالبرد بصير حتى مو متحمل يشوف كاسة المي قدامه. تماما، معك حق دكتور. خلينا بالبداية نحكي نحن وانت ونعرف كل مشاهدينا شو بنقصد بالمنظار يلي هو صار يعني فينا نعتبره ثورة بمعالجة حصيات الكلى. تمام، هلا العلم الحديث دائما نحن بنحاول دائما بأي إجراء انه نخفف البضع او نخفف الضرر على جسم الإنسان
من ناحيه التداخل باتجاهه، يعني مثل ما بنعرف بالجراحات التقليديه كانت مثلا بالمراره بالزايده، كانت تنعمل غالبا بالجراحه المفتوحه او الجرح والشق الجراحي مع الامه وغيره، صار ينعمل بالمنظار فهي ثقوب واصغر. نحن عم نحكي نفس الشيء بالحصيات البوليه، الحصيات البوليه ان كانت بالمثانه بالكليه او بالحالب عم نقدر نتخلص منها. عم نتخلص منها بدخول من الفتحه الطبيعيه، فتحه التبول، ندخل بالمنظار مهما كان حجم الحصى، تمام؟ ندخل بالمنظار ومندخل شيء اسمه الليزر للتفتيت، طبعا في اشياء اخرى للتفتيت منيحه لكن الليزر احدثها واقواها حتى، هو قادر جدا يفتت اصلب نوع من انواع الحصيات. تمام. عم ندخل بالمنظار وصولا ان كان بالمثانه او داخل الحالب او حتى بالكليه، وهذا الشيء جديد. قديما نحن عندنا مناظير صلبه بتكون معدنيه، فهي بتدخل وبتضل ثابته، ما فينك تحرك الراس تبعها يمين او يسار او تدخل داخل الكليه اللي هي عباره عن شيء مثل حبه الفاصوليه. عم بحاول احكي لغه عربيه اليوم. مثل حبه الفاصوليه وإلها غرف تقريبا بين 5 إلى 8 غرف. تمام. المنظار الصلب لما يدخل داخل الحالب وصولا بضل صلب هيك، ما فينه يلف ويدخل داخل الحويضة أو الحجر تبعات أو يسموها الكويسات باللغة الطبية داخل الكلية. تمام. فهو غير كنا غير قادرين ندخل ونصيد هالحصى بهالمكان. المنظار المرن دخل، هو تقريبا دخل بسنة 2000-2002، موجود بسوريا قديما لكن ما كان ما مرافقه تقنية الليزر. تقنية الليزر انضمت على سوريا بمشفى المواساة الجامعي سابقا بال 2005-2006 شيء مثل هيك، لكن للأسف خلال الأحداث هي التقنية بحاجة دائما لتطوير مستمر، وهي تطورت كثير من ناحية الحجم والقوة وكل هاي الأشياء. تمام. خلال الأحداث أوقفت هاي التقنية لأنه كان يعني الموردين شيء كان خارج الحاجة السورية، فأوقفت هاي التقنية ومن جديد انضمت هاي التقنية بمشفيين من القطاع الخاص داخل دمشق. طبعا من سنتين بلش ينزل شيء اسمه منظار مرن يستخدم لمرات قليلة، يعني ممكن نستخدمه على مريض أو مريضين أو ثلاثة، اللي بنسميه المنظار المرن الديسبوزابل، يعني أنه ما فينك تغيره وتبدله، ما هو نفسه بتضل تشتغله. هذا صار مع التقنيات العالية للرؤية، مثل ما الموبايلات تحسنت كاميرتها، المناظير المرنة أيضا تحسنت بشكل خطير. إذا شفنا هون على الشاشة فينكم تشغلوا بلاي أو تحطوا الصورة اللي فيها حصاتين، رح نلاقي الصورة عم نشوفها أول شيء HD High Definition، ما فيها أي غبار. هاي الصورة هون مثلا مثل هاي الحصاة، واضح حتى عليها مسكين هذا المريض كان سوابقه أنه عمل أكثر من جلسة تفتيت من خارج الجسم، فالحصاة صاير عليها حتى مبني عليها جسم، بنى عليها طبقة مثل تكلس من المخاط أو من الطبقة المخاطية تبع الحالب، فصارت صعبة جدا لأنه تتحرك. نحن بندخل شوف الصورة ما أحلاها بالمنظار، وهي الصورة من كاميرا موبايل على الشاشة تبع المنظار، كأنك قاعد بقلب الكلية، يعني حتى بتشوف العروق تبع الدم، بتشوف أصغر حصاة، بنصلها بأي مكان كانت بأي حجرة، وممكن نفتتها ونسحبها بالملقط. مثل هذا المريض كان عنده 3 حصيات كبار، قدرنا نخلصه من التنتين اللي فوق. هذا هو المنظار المرن، ونخلصه بمرحلة قادمة. شوف الصورة ما أحلاها، هي صورة من كاميرا موبايل على الشاشة اللي فيها المنظار المرن. الرؤية جدا رائعة وجميلة. حلاوة المنظار المرن مثل ما حكينا، واحد ما في داعي إيقاف مميعات، يعني مريض بياخذ مميعات لأسباب قلبية أو عفوا خثرات بالإجرين، لما تعمل له أي جراحة للحصى أو حتى تفتيت من خارج الجسم، مثلا في بعض المميعات لازم 7 أيام، فبتصير في خطورة على القلب. بالإجراء التداخل داخل المناظير ما في داعي لإيقاف المميعات، هي واحد. 2، في مرضى اللي عندهم بطاريات للقلب، كمان إذا عمل تفتيت من خارج الجسم اللي بسموه العالم بالعامية ليزر، هو هذا مو الليزر، من خارج الجسم ممكن على كمان بيأثر على بطارية القلب. 3، الناس عفوا اللي ما شاء الله صحتهم كبيره او الاطفال الصغار ما بيتحملوا التفتيت من خارج الجسم، او حتى الجراحه مؤلمه جدا لهم، فالتفتيت عبر المنظار بدون الم بدون التخدير كيف عم يكون دكتور؟ طبعا تخدير هو تخدير عام دائما. أوكي. تمام. لكن التخدير هو شيء امن ان كان بطبيب تخدير شاطر جدا. تمام. ودائما هي المشافي مجهزه بابهات التخدير. الفكره كالاتي، بفوت المريض مثل هذا المريض مثلا، كانت الحصاتين اللي خلصناهم تقريبا شيء 4 سم. تمام. لو نقول تفتيت خارجي اللي هو ESWL من خارج الجسم، بده بين 3-4 جلسات، مع انه يحط قسطره داخليه داخل الكليه مشان ما تنسد من الفتات. تمام. وكل جلسه وبين الجلسه والجلسه بين اسبوع لاسبوعين،
وممكن يخلص منها ممكن لا اذا كانت صلبه. بالمنظار المرن خلال ساعتين بتخلصوا من كل هاي الحصيات وبيحمل حاله وبيروح بعد بنص ساعه. نحن الفكره المشكله دائما بالتقنيات داخل سوريا الكلفه، ونحن بنعرف عم نمرق بظروف اقتصاديه صعبه. اكثر مرضاي بصراحه للان اللي تفاجات فيه انه بعد ما نزلنا هي التقنيه بسوريا من شهرين او ثلاث شهور تقريبا، صارت من شهور بس بشكل فعال ثلاث شهور، عم يكونوا هن اما اخواننا او ضيوفنا من لبنان او حتى السوريين عم يجونا، السوريين اللي بتركيا او بالاردن او بالسعوديه، لانه نحن افضل بكثير خبرة الحمد لله، اثنين كسوريا، اثنين اوفر بكثير يعني ماليا، نحن ارخص باقل حتى من العشر بالنسبة مثلا للخليج بالسعودية وبالامارات، واقل من النصف بالنسبة لجيراننا بلبنان وبالاردن، مع الخدمات نفسها بمشافي من خمس نجوم والاجراء جدا رائع. ومثل ما قلت لك المرضى اللي عم يجوا مثلا من لبنان عم يجي الصبح عم يصل الساعة 11، عم تنعمل عمليته الساعة 2، عم بيحمل حاله ويروح على بيته على لبنان. تمام، ما في داعي لأنقاها بعدها، يعني دغري هو نفسه عم يضل سايق، فهو اجراء كثير حلو. كنا قديما الحصيات اللي فوق 2 سم وين ما كانت بالحالة بالمثانة بالكلية كانت شق جراحي وليس حتى تفتيت من خارج الجسم. قديش دكتور يعني عالم وعلم الجراحة التنظيرية قديش هو سحر عن جد. طبعا يعني طبعا طبعا جدا شيء جدا مهم، ولازم انه نحن نستفيد من هذا التطور ولازم نطلع الاخوان على هذا الموضوع. هو الاجراء مو بس لحالي يعني، اكثر اطباء أكيد. البلد بيقدروا يشتغلوا هذا الاجراء وهن قادرين واقوياء فيه، لكن هو شيء للاسف ما كنا عم نعرفه او المجتمع ما عنده توعيه، حبينا نطرح مثل ما بيقولوا سكوب او ضو عليه بانه صار متوفر. تمام. داخل طيب دكتور سوريا. انعملت التفتيت، تم اجراء التفتيت بالليزر، الليزر والمنظار المرن ما بعد العمليه. يعني نحن بنعرف انه في كثير اشخاص بيكون التبول عندهم جدا مؤلم بعد تفتيت الحصى، في مشاكل ممكن يعانوا منها بالمنظار والليزر، اختلفت الامور ما بعد الاجراء؟ طبعا كنا لما نحكي عن الشق الجراحي فلا ننسى انه الالم 14 يوم، بين 10 ل 14 يوم، فك القطب، احيانا التهابات للجرح، جرح 100% مع مضاعفاته كلها، هي التغت باستخدام المنظار. اثنين كنا نحكي عن التفتيت من خارج الجسم، طبعا خلال التفتيت هو شيء مقبول لكن مؤلم احيانا مع مضاعفاته الاخرى مثل النزف حول الكليه او تحت محفظه الكليه، مثل عدم الاستفاده للمريض، مثل انه تنزل هالشقف كلها وتعلق بالحالب، هذا المنظار كله لغاها، لانه انت عم تدخلي مباشره على الحصى، عم تفتتي على الحصى، عم تتاكد من جوده التفتيت وتحسنه، زائدا في كان مقطع من صوره، نحن بنفوت شيء مثل السله بنسميه او باسكت، وبنسحب القطعه اللي بتصفى كلها، وبنغسل الكليه وبننظفها وبنحمل حالنا وبنطلع، ومثل ما قلت لك المريض بيحمل حاله وبيروح بدون اي ازعاج او الم، ما في حتى بعيد الشر خطوره للانسان والالتهاب، لانه نحن دائما عم ندخل داخل الجهاز البولي ما عم نطلع للجلد او بنطلع داخل الجهاز البولي. طبعا ما في شيء ما له مضاعفات، لكن مضاعفاتها جدا قليله، العلم خلينا نقول من 4-5 سنين حتى باوروبا بامريكا بالدول العربيه المتقدمه صارت تقول لغت موضوع التفتيت من خارج الجسم او الجراحه، وصاروا يقولوا دائما روح باتجاه شيء اسمه RIRS اللي هي الجراحات عبر الكليه بالمنظار المرن. تمام. طيب دكتور، في بعض المرضى يلي بيعانوا من حصيات الكلى، فينا نقول عنهم هدول المرضى انهم غير قابلين لانه نعمل لهم هذا العمل ممكن بالمنظار؟ لا، هم بحاجه شق جراحي وعمل جراحي مثل ما كنا نعمل فيه بالايام الماضيه، ممكن بسبب كبر الحصيات، ممكن بعدد الكتره الموجوده فيها، ولا لا بنقدر بالمنظار نعمل اي شيء؟ تمام. هلا هي ميزه المنظار، انه المنظار بنقدر نعمل اي شيء، طيب منه طبعا بشرط المريض قابل للتخدير عم نحكي. اما غير قابل للتخدير هي مشكله اخرى، ممكن نشتغل تحت تنويم بسيط، لكن حتى ما بيكون كبر وحجم الحصيه ما بيكون نتيجه. نعم، حلاوه المنظار مثل ما حكينا بغض النظر عن حجم الحصى ممكن ينعمل حتى على جلسات، يعني مثلا اخرهم كان من يومين مريض صديق لنا او خلينا نقول يعني جوارنا من لبنان، هو ليس صديق شخصي لكن عرف بالتقنيه واجى لعنا، عنده حصى كبيره، قلنا له هي صديقي بدها تو ستيج او مرحلتين، مرحله بين مرحله ومرحله اسبوعين، لكن هي حصى حقيقه كبيره شيء 8 سم 9 سم. تماما. لكن عمل اول وحده وحمل حاله وراح على البيت، هلا بعد اسبوعين بيرجع بيعمل الثانيه وخلص ما في مشكله بنوم، بعد عن الجرح، بعد عن الشق، بعد عن جلسات التفتيت اللي هي ما بتفيد بهذا الحجم، يعني انت لما تحكي واحد تقريبا جلسه التفتيت الفعاله بتقيم بين نص لسنتي، فهو اذا 8 سم بده على القليل
8 ل10 جلسات مع مضاعفاتها ومشاكلها. بدنا نعرف انه التفتيت الخارجي اكثر من جلستين هو العلم بيقول انه بيضر بالكليه، لانه هو عباره عن موجات تصادميه بتصدم الحصى بتعمل مثل عدد فقاعة طلقات معينه وبتضرب حتى الشرايين الشعريه داخل الكليتين. اللي بنخاف انها تتاذى نوعا ما. طبعا بتاذى. العلم بيقول الدراسه انه التفتيت من خارج الجسم اذا تكرر كثير هو بياثر على الوظيفه الكلويه، نعم، اما التفتيت بالمنظار لا يؤثر على الوظيفه الكلويه ابدا، صفر التاثير عليه، وهي بدراسات طويله الامد معموله بمراكز ضخمه وحتى على اعداد كبيره. وبعد ما نعمل ايكو، بعد ما بنكون خلصنا المراحل بنعمل الايكو للكليه او ممكن الطبق المحوري او حتى الصور الثانيه، ببين عنا انه نحن تخلصنا من الحصيات 100%. هلا نحن النتائج مباشره بنقولها للمريض، لانه مثل ما شفتي حضرتك عم نشوف بعيننا، فبنقول له للمريض النتيجه نعم خلصت تماما، قمنا لك كل الحصيات، او في عندك مثلا 10% 20% ريزيجوال، هدول اما بيطلعوا لحالهم أو بموسعات حالة، ممكن جلسة تفتيت خارجية واحدة فقط وليس أكثر من هيك، بس غالبا نحن بنحاول نصل لنتيجة إنه ننظف الحصى أو شيء بنسميه ستون كليرانس ريت 100%. تمام، دكتور يعني ختاما خلينا نحكي شو هي الإجراءات يلي لازم يلتزم فيها الطبيب، عفوا المريض، ما بعد عملية تفتيت الليزر. تمام، هلا خلينا نحكي عن أشياء أخرى مع الإجراءات. طبعا. لأنه هو المريض لازم ينتبه دائما إنه يشرب مي بشكل جيد، يتبع تعليمات الطبيب، في دواء التهاب نعطيه لثلاث أيام لازم ياخذه ويلتزم فيه، منعا لأي التهابات خلينا نقول تركب على الإجراء. لكن في أشياء أخرى أنا حبيت سلط عليها، إنه الليزر مو بس للحصيات، نحن مع هذا المنظار صرنا نحكي حتى بأورام داخل الكلية، في أورام اسمها أورام حويضة الكلية، لما تكون من درجة خفيفة حرام نستأصل الكلية كلها، علاجها كان استئصال الكلية، حالياً لا، ممكن بالليزر نفوت نعمل لها فلجريشن أو شيء بنسميه إنه نحرقها بشكل كامل حتى عميق داخل النسيج مع نسبة شفاء عالية جدا، خاصة للناس اللي عندهم كلية وحيدة أو كلية تعبانة ووظيفة قليلة وورم صغير، له شروط خاصة مطبقة على المريض. الشيء الثاني في شيء اسمه ضيق الوصل الحويضي الحالبي، هذا كنا دائما قبلا هو جراحة، يعني بنفوت بنعمل بيكون في تضيق بالوصل بين الحويضة الكلية والحالب النازل، هاي كنا قديما جراحة نقيم التضيق ونوصل الطبيعي بالطبيعي. هلا لا، بالليزر فينا نعمل شق داخل هذا الضيق وبنحط قسطرة داخلية وبترجع أموره، النتائج فيه بين 80 ل 98% نسبة النجاح بهذا الإجراء، يعني صار دخول الليزر للبلد صار شيء كثير منيح، إن شاء الله قريباً عم نتمنى إن شاء الله من المشافي والناس القائمين على الصحة إنه ندخل الليزر تبع أورام المثانة والبروستات. إن شاء الله يعطيكم ألف عافية دكتور، شكراً كثير لك دكتور، شكراً جزيلاً لكم على المعلومات المهمة، فعلاً يلي قدمت لنا إياها لليوم يلي ممكن تساعد كثير من الأشخاص يلي بيعانوا من ألم كبير. شكراً كثير لكم، شكراً جزيلاً، بصراحة الرائحة هون كمان كثير هي المشاهدين مو قادرين يتصلون هاي النقطه، لكن يا ريت تكسبوني على الغداء معكم مع الشيف. اهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. لاول مره بدمشق واحتفالا بعيد الميلاد افتتاح سوق خاص بالعيد، سوق الميلاد يلي بيحتوي على العديد من الصناعات اليدويه والحرفيه والغذائيه، بالاضافه لاضاءه اكبر شجره خاصه بالميلاد وراس السنه. لتفاصيل اكثر خلونا نتابع مع زميلنا غياث منصور. ها هو الميلاد يعود بأجواءه وأضواءه وحضوره الخاص يلي عم يتميز من عام لعام، وفي دمشق اليوم رح يزداد تألق بأضواءه، أضواء الحب والفرح والضحكات يلي غلبت على التعب. فاليوم ومن مدينة المعارض بدمشق تضاء شجرة الميلاد لتبث النور ضمن سوق الميلاد المقام بمدينة المعارض بدمشق. نعمل فعاليات يعني نعرض فيها أصحاب المشاريع الصغيرة وبالذات اللي بيشتغلوا بالحرف اليدوية، فكان عملنا الكريسمس ماركت بهذا الشكل اللي هو اعتمدناه على أكواخ خشبية وشكل شارع، يعني بحيث أن العالم تعمل أنشطة مختلفة كرمال نعرضهم.
فكان في عنا قسم خاص بالمنتجات، وفي عنا مطاعم، في عنا قسم خاص بألعاب الأولاد، في عنا قسم خاص بسانتا والمسرح. هدفنا الأساس إن إحنا نعرض الحرف هاي، فكان في عنا نول مناشف مع حرفي عم يشتغل خلال المعرض وعم يورجي هذا الشيء للزوار. نحن اختصاصي شوكولا، عم نشتغل اليوم، شاركنا بأول سوق بيصير على مستوى دمشق أو سوريا، فينا نحكي إنه هو سوق خاص بالكريسماس والأعياد، فهو فكرته كتير حلوة وهي فكرة كتير عالمية. إن شاء الله يلاقي هذا الرواج اللي نحن كلنا متوقعينه. الحمد لله إنه في كتير فعاليات اقتصادية مشاركة، وهي الفعاليات يعني مهم، هي اللي بعدها عم تشتغل بالبلد واللي بعدها لساتها يعني مجتهدة، فكتير مناسب إنه ينعمل سوق بهذا الوقت اللي هو المفروض يكون وقت مثلاً تحرك العجلة الاقتصادية فيه. احنا أول شيء كتير سعيدين مشاركتنا بالكريسماس ماركت كونه الحدث الأول من نوعه بسوريا، فكتير حبينا نكون متواجدين. هو نشاط كتير مهم بالنسبة للطفل، بحس وجود الأطفال بهيك مكان هو الأساس، العيد هو الطفل، ونحن موجودين لنساعد الأهل لنوجههم قد ايه مهم ينموا مهارات طفلهم من العمر المبكر، كونه نحن حضانة للأطفال بعمر مبكر، وقد ايش بيساعد بتطور الطفل بمستقبله إذا هن ساعدوا إنه يتعلم بالشكل الصحيح وينمي مهاراته بشكل صحيح بالتدخل المبكر قبل السبع سنوات. مشاركتنا بكريسماس ماركت بهذا الإيفنت الكتير ضخم والكتير مهم، واللي بصراحة يعني أنا تفاجأت إنه قدرنا بهي الظروف الصعبة كتير على البلد نعمل هيك شيء، عن جد كتير كتير مهم. يعني أنا هلا كنت عم بقول للصبية إنه عن جد حاسس حالي قبل الحرب رجعنا. سوريا حلوة هي وهي هيك المنظر لحاله، هو يعني الواحد بيشعر بالفخر إنه هو موجود بهذا المكان. أول شيء هي أول فعالية تصير من نوعها ببلدنا بسوريا وخاصة هون بالشام. أول ما فتت في انطباع كتير حلو بحسسك إنه في أمل ترجع الحياة الحلوة للشام، وشي راقي جدا بشجع كل الزوار يجوا يشوفوا. كتير حلو الفعالية، يعني أول مرة نازم تعيد البسمة والضحكة بسوريا، وإن شاء الله دائما هيك على طول الفعاليات مستمرة بمدينة دمشق، يعني هيك كل ما أحلى وأحلى. جمع الفرح بمكان واحد، سوق الميلاد المقام لأول مرة في دمشق فتح أبوابه وأشعل أنواره، أنوار الاحتفال بالميلاد المجيد ورأس السنة، واللي رح يكون مستمر من 15 وحتى 31 من الشهر الجاري. نتمنى لكم سنة خير وفرح وأمل ببكرة أحلى. صباح الخير عن جديد. يعني كل يوم أحد في عنا مسابقة الكأس، ما عليكم إلا تشتركوا بالمسابقة من خلال إرسال كلمة هدف على الرقم 1100 من أي خط MTN لحتى يدخل بالسحب وتكون الرابح، أو على الرقم 1122 من أي خط سيرياتيل. بعتوا كمان كلمة هدف. تماماً يا مشلين، والعد التنازلي بلش، وبعد شوي رح يكون معنا ثلاث رابحين لجوائز كتيرة وكبيرة رح توصل لل 91.5 مليون ليرة سورية، وكل سحب رح يكون بقيمة 1.5 مليون. مسج واحدة هي كفيلة بأنه تربحك 1.5 مليون. شاركوا أكثر وبعتوا رسائل أكثر لحتى تكونوا من المحظوظين معنا لليوم، ويمكن تربحوا معنا مرة وتنتين وثلاثة. واليوم رح يكون معنا بالإضافة للثلاث سحوبات رح يكون معنا سحب رابح وحيكون بقيمة 10 مليون لصاحب أكبر عدد رسائل من بداية المسابقة لهلا. طبعا كل ما كثرتوا مسجات كل ما كانت الفرصة أكبر. خلونا هلا نبدأ سحوباتنا يلي عم تكون بإشراف طبعا المؤسسة العربية للإعلان، والأسبوع اللي بعده عنا فقط 15 مليون ليرة. أما هلا فخلونا نبدأ بأول سحب. ستارت.
8 8 طبعا اخر رقم هو ظاهر لزملائنا بالكنترول، ولخصوصيه المشترك رح يكون في اشاره استفهام عليه، بدنا نقول لصاحب او صاحبه هذا الرقم ان شاء الله الف مبروك، ربحتوا معنا 1.5 مليون. اكيد يعني هيك الف مبروك، الربح حلو لو شو ما كان الرقم، انا هيك بحس انه الربح هو شغله كثير جميله. رح ننتقل لثالث سحب، ستارت. 0 9 8 8 9 2 3 8 0 وآخر رقم مخفي. ألف مبروك لصاحب أو صاحبة الرقم يلي ظهر معنا على الشاشة، وأكيد يلي باقي بس هيك آخر رقم ما شافوا الكنترول شوي ورح يكونوا عم يتواصلوا معك لحتى يقولوا لك ألف مبروك وتعرف كل التفاصيل اللي عم تصير للمسابقة يلي أكيد بإشراف المؤسسة العربية للإعلان. تماما، رح ناخذ الرابح الرابع يلي هو رح يكون 10 مليون ربحه معنا لليوم، ستارت. عندنا 10 مليون، طبعا زملائنا بالكنترول رح يتواصلوا مع كل المشتركين ورح يقولوا له ان شاء الله الف مبروك، ولكن بظن حابين هيك نقول له لرابع مشترك ان شاء الله الف مبروك ونحاكيه ونخبره على الهواء مباشرة. طبعا لحتى تشتركوا بالمسابقة على 11/22 فيكم تبعتوا كلمة هدف، ومن أي خط، هي سريتين من أي خط ام تي ان، على 1100 تبعتوا كلمة هدف وان شاء الله تكونوا من الرابحين، وكل ما كثرتوا مسجات، كل ما كثرتوا مسجات اكيد رح نقلكم ان شاء الله الف مبروك وتربحوا معنا الكثير. اكيد الف مبروك لكم جميعا. الرابح الرابع بجائزه ال10 مليون ليره سوريه، يعني انا تسرب ليك الاسم، سمعت طرطوشه، يعني وائل الف مبروك، صار معنا على الهواء، يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. شو الصبحيه الحلوه يا وائل؟ شكرا كثير، خليلي اياكم. الف مبروك. يخليك، وشكرا كثير، شكرا للسريتين، شكرا للتلفزيون سما، شكرا. ان شاء الله الف مبروك يا رب. تعرفنا باسم حضرتك، انت متزوج، وين قاعد؟ وين؟ بدمشق. وين؟ بدمشق. بدمشق. متزوج يا وائل؟ نعم. قديش رح ترضى هلا عليك مرتك وتقول لك اهلا وسهلا فيك، جيب لنا ال 10 مليون وتعال عنا على البيت؟ بس يمكن صار متزوج عليها. وائل عندك اولاد؟ إيه؟ الله يخليهم يا رب. اول شيء بارك لنا للجميع وان شاء الله بتصرفوهم بالهنا يا رب. بس قل لي المدام ساعدتك بالاجابه على الاسئله وبالمسجات ولا ما كانت عم تساعدك؟ مو عارفانه انك عم تشارك. 10% يعني 10% 10% بيطلع لها هلا، بيطلع لها مليون، يعني لا تعمل لي 10% بجوز اكثر شوي. انت هيك عم تطمعوها فيي، ما انت هيك عم تطمعوها فيي. عم نطمع فيك، هو لازم نطمع فيك، يعني انه ال 10 مليون لحتى يعني تفرح قلبك وقلب المدام والولاد يا رب. شكرا شكرا كثير، يا رب تصرفهم بالهنا. تخلي لي اياكي، شكرا شكرا كثير لك وائل، اهلا وسهلا فيك، باي باي. اكيد بدنا نقول الف مبروك لكل رابحي مسابقه الكاس، لحتى تكونوا رابحين معنا ما تنسوا تبعتوا من هلا كلمه هدف على الرقم 1122 من اي خط سريتيل، وفيكم تبعتوا كمان كلمه هدف على الرقم 1100 من اي خط ام تي ان، وانطرونا الاسبوع الجاي بيوم الاحد تحديدا لحتى تكونوا معنا من الرابحين. اكيد الكنترول رح يتواصل مع باقي الرابحين لحتى يباركوا لهم ويقولوا لهم ان شاء الله الف مبروك. طبعا بدنا نذكركم ونذكر كل المشاهدين انه عم تتم المسابقه باشراف المؤسسة العربية للإعلان، يعني أكيد ألف مبروك. وهلا خلونا ننتقل معكم من عالم الربح لعالم الميتافيرس يلي صرنا نسمع فيه مؤخرا، فهو عبارة عن شبكة اجتماعية ضخمة بتتضمن مزيج من تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بالإضافة للواقع المختلط والبيئات ثلاثية الأبعاد، وأيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي يلي بتم التفاعل معها بالوقت الحقيقي وبشكل فعال ومستمر.
التمر. تماما، وبيشترك في عدد غير محدود من الأشخاص حول العالم، وبيوفر بيئة انغماس حقيقية للمستخدمين وإحساس حقيقي، وبيتواصل فيه حقيقة الافتراض يلي هن عايشين فيه ببيئات متشابهة تماما للبيئات الموجودة بالواقع. لنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع خلونا نتابع سواء هذا التقرير. شركة ميتا فيسبوك سابقاً أعلنت العام الماضي عن إطلاقها لمنصة الميتافيرس، وهي عبارة عن دمج منصات التواصل الاجتماعي بتكنولوجيا الواقع الافتراضي وتكنولوجيا الواقع المعزز. الميتافيرس هي عوالم افتراضية موجودة بجانب عالمنا الحقيقي، بإمكان الإنسان أنه يدخلها ويتعايش فيها باستخدام الأفاتار الخاص فيه من خلال تكنولوجيا الـ VR. يعني فينا نقول أنه بتشبه الألعاب الإلكترونية نوعاً ما. يقال أنه عالم الميتافيرس ممكن يندمج مع الواقع المادي بالمستقبل القريب، ورح يمكننا من عقد الاجتماعات، المقابلات، التسوق والسفر وحضور الحفلات وحتى الزواج وكسب المال وتأسيس اقتصاد من خلال عالم ثلاثي الأبعاد يخلقه الميتافيرس. مصطلح الميتافيرس ظهر لأول مرة برواية الخيال العلمي سنو كراش سنة 1992، وقت تخيل الكاتب وجود عالم افتراضي رقمي بيستخدم فيه الناس الأفاتار الخاص فيهم لتصفح العالم الرقمي والعالم يعيش فيه هربا من العالم الحقيقي، والخيال صار حقيقة. الميتافيرس بتشتغل عن طريق دمج العالم المادي بالعالم الافتراضي مثل لعبة بوكيمون جو. أما الواقع الافتراضي بيشتغل بطريقة مختلفة وأصعب، لأنه بيعتمد على خلق عالم كامل افتراضيا بيتفاعل فيه المستخدمين مع بعضهم. ومن المتوقع أن توصل استثمارات الميتافيرس ل 10 مليار دولار بسنة 2024. وصلنا لفقرتنا الأخيرة بحلقتنا لليوم، الفقرة يلي بيستناها الكتار من الأشخاص ليعرفوا هيك شو رح يصير معهم بباقي النهار، كيف رح تكون أيامهم جاي. كل هاي التفاصيل أكيد خبرنا عنها مدام نجلاء أباني. صباح الخير نجلاء. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير ودائما أيامكم سعيدة، مرتاحين، مبسوطين. اليوم 18 ديسمبر كانون الأول، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد كوكب السفر، الأوراق المستندات يتقدم في برج الجدي. الزهرة للحب، للارتباط، للعلاقات، للصداقات أيضا في برج الجدي. يعني هالكوكبين عاملين بعض المضايقات للحمل، ميزان، السرطان، إضافة بالتأكيد إلى برج الدلو. هالأربع أبراج ما نقول كتير الأريح على صعيد أوراق، سفر، عواطف، أمور مالية ما كتير مريحة. هلأ ما زال المريخ متراجعاً في برج الجوزاء، لسه عامل بعض المضايقات الصحية أو النفسية لمولود برج العذراء، القوس، الحوت والجوزاء. هدول صحياً نفسياً ما كتير أمورهم مريحة. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي غالباً اليوم متعب أو عصبي. يعني ما تحمل الآخرين أخطاء ما نزنبهم عموماً. اليوم حاول تحرص على مواعيدك، ما تنسحب من المشاكل بس لا تعصب، حاول تكون هادئ قدر المستطاع. أنا أقر إنه الأمور حواليك متعبة عموماً، بس كمان أنت فاقد الصبر وعندك تراجع معنوي، فما كتير الأريح مولود برج الحمل اليوم. يعني اليوم في حالة من عدم الرضا حواليك عموماً. مولود برج الثور اليوم عندك هيك شغل كتير، كأنك راجع بعد الدوام بساعات مثلاً. يوم المثابرة هي موضع اختبار هاي الأيام، بدك تثابر على إكمال مهامك الضرورية، وحاول تبتعد عن تحدي القوانين.
حتى لو قوانين السير اليوم لا تتحداها، يعني حاول قدر المستطاع أنك تلتزم بكل شيء له علاقة بقوانين، يمكن لأنه أمورك حتكون أفضل. وانتبه شوي على كل على صعيد أمورك الصحية، في شيء عابر ممكن يكون متعب صحياً. مولود برج الجوزاء يوم للحركة، للحوار، للنقاش، للسفر، إذا وضعك يسمح لتتحالف مع أشخاص بتحبهم بحبوك، لتمتلك قوة إضافية، لتقنع المحيط بوجهة نظرك، ولتلاقي ترحيب. غالباً أنت تحسن مركزك مع الناس اللي حواليك، تصلح أخطائك عموماً وتعتمد على ابتسامتك. مولود برج السرطان، أنت اللي قلقان شوي أو مانك مرتاح، عم تتضايق من أمور عائلية أو شخصية، أو عم تهتم بمشكلة بدك لها حل. غالباً أنت عصبي أو عم تشعر أنه الآخرين ما عم يفهموا تصرفاتك أو ما عم بيقدروا تضحياتك، تبدو فاتراً بارداً أو حساساً بالحدود الدنيا، وهذا طبع بالنسبة لك مولود برج السرطان، خفف منه بهي الأيام. مولود برج الأسد اليوم عم تعدل خططك بحيث تخرج رابحاً، يوم فيه أفراح أو زيارات أو تواصل أو حماية لممتلكاتك أو نوع من أنواع العقود الجديدة. يعني أنا بقول علاقاتك بالآخرين اليوم الأفضل، تشعر بالأمان والاستقرار مولود برج الأسد، وممكن أنك عم بتمتن علاقاتك بمن حولك. غالباً أنت مرح وحيوي. مولود برج العذراء غالباً عم تناقش بعض الأمور المالية، عم تدفع، عم تقبض، عم تحاول توازن، ترتب وضعك المالي جيد، بس صرفك عم بيكون أكثر مما يجب. ما بعرف إذا عم تفكر بأنك تحصل مكاسب مالية أو تحسن وضعك المالي، والحقيقة الظروف يعني أو الحظوظ متاحة أنه تزيد من سعادتك على الصعيد المالي. هاي الفترة الأمور إيجابية لك. مولود برج الميزان، أنت اللي فايق بكير، لطيف، دبلوماسي ولبق، عم تحاول تعمل نوع من أنواع التغييرات. الحقيقة يعني عندك تعليقات اليوم على شكلك، على قراراتك، على تصرفاتك. وجود القمر ببرجك عم بيخليك مبسوط عموماً بجاذبيتك، أو عم تكسب أصدقاء بسهولة قصوى، أو ممكن عندك خبر أو نوع من أنواع المحبة. أنا بقول اليوم عم تخفض نسبة صدامات مولود برج الميزان. أما مولود برج العقرب فغالباً عم تواجهه بعض الضغوط، ما أنه كتير مرتاح، ما بعرف إذا في خلافات مع شريك أو محتاج تعتذر أو عندك حزن أو انقباض أو لازم تقوم بإصلاح أخطائك. بس الأكيد أنه مولود برج العقرب اليوم منخفض المعنويات، ويعني مضايقه شيء له علاقة بأحد أفراد العائلة. مولود برج القوس يوم اجتماعي بامتياز، لقاءات مع أصدقاء يتكلمون غير لهجتك، أو ناس ما بتعرفهم عم تتعرف عليهم، أو عم ترتب أمورك مع أصدقاء مع محبين. غالباً يوم فيه نشاطات، يوم فيه أصدقاء أو معارف أو أجواء إيجابية أو تصالح مع أصدقاء قدامة، عم تشوف ناس يمكن صار لك زمان ما شفتهم. الجدي الحقيقة عم بعيش وقت صعب غالباً، سببه فورة غضب، سببه عدائية، سببه مسؤوليات إضافية، حابب يمشي الكون على مزاجه، ما أظنه يمشي بهاليومين. يعني العصبية ما حتفيدك بشيء أنا برأيي مولود برج الجدي، بدك هيك شوية هدوء. أنت عم تشعر أنك الآخرين ضغطينك بطريقة ما أو عم بيعادوك بطريقة ما، يعني يوم وبمر ما في شيء سيء. مولود برج الدلو اليوم يوم حظك لتعيش ساعات فرح ومحبة، ما بعرف إذا السبب ترقية أو بحث عن ترقية أو قصص العلاقة باتصال ممكن يكون مفيد ومريح. في شيء عم بيعزز ثقتك بنفسك اليوم وعم بفرحك، كأنك عم تأمر، عم توجه، عم ترتب، حواليك تعاطف واهتمام. مولود برج الحوت، انت لليوم عندك تطلعات طموحة، بس قادر تشرح وجهة نظرك، قادر تتعامل مع الناس اللي حواليك بطريقة جيدة، تسعد لاستجابة الآخرين لك، في أمل يرافقك وعم تزداد شعبيتك.
خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 18، واتمنى له السعادة. الشخص المتحدث البارع المناقش الذي يحب الحديث ويتعلم من النقاش، ليس عنيدا، يمتلك لطف بيقدر يجمع حواليه كمية من المساعدين والأصدقاء، بيعتبر حاله فهيم تجاه الآخرين على الأقل، بيفهم مشاعرهم، لا يحب أن يكون منعزلا، محب للجموع، للحفلات، للأصدقاء، للسفر، الأكثر تواصلا، محب للشراكة والتعاون، مرح وفنان. السنة له إيجابية، أول التغييرات مهنية على الغالب، في شيء من الأمور المهنية إيجابي وجيد، في عندك قصص العلاقة بتغيير عاطفي كمان، الأمور العاطفية في أفضل حالاتها عموما، والحظوظ مساعدة لك. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير، ورسائلكم بالتأكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. رغد عم تسألني عن أمورها، رغد عندك سنة بتاخد العقل، بس إذا عم تسأليني عن سفر، أنا أعتقد الخامس السادس رح تكوني يعني بلشتي بمشروع سفر حقيقي، فالله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين، حظوظك مساعدة هالثلاث أربع شهور. مصطفى منصور عم بيسألني على 18-45، أمورك جيدة جدا يا مصطفى منصور، أحد الأعوام الأفضل لك على الأقل هلأ هالثلاث أربع شهور، لأنه أعتقد في تغييرات مفيدة. حنان عم تسألني النشار الثامن، ماليا ونفسيا يعني عندك ثلاث أربع شهور بياخدوا العقل، استفيدي منهم، بس أنا ما بعتبر كل السنة جيدة، لأنه ما رح تبلشي السنة بنفس الطريقة اللي حتختمي فيها يا حنان. نور بنت ميساء، إحدى الأعوام الأفضل يا نور، بس ما بلشت لسه وما حتبلش قبل الثالث الرابع وما بعد، بس بقيت السنة جيدة جدا. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا بخير. ضلي إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك يا نجلة، يسعد صباحك. يعطيك العافية نجلة، وكمان يعني هيك حابين نحن أن نقول أسماء يلي ربحوا معنا لليوم بمسابقة الكأس، طبعا الجائزة كانت 1.5 مليون لكل شخص من الأشخاص. بداية ألف مبروك لشعيب بسام مصطفى، همسة علي حمدوش، بشير عباس عمران، ألف مبروك، إن شاء الله بتصرفون بالهنا يا رب وصحة وهنا. وهلأ مشاهدينا رح ننتقل لعند الشيف لنشوف طبقنا بشكله النهائي. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي ناطرين يشوفوا الشكل النهائي اللي صدقا كتير لذيذ، كتير مهضوم، أنا بصراحة كتير حبيته، ما بتتخيلوا قديش هيك مبسوطة بهذا الطبق واشتهيته، على الأغلب اليوم أرجع أعمل نفسه، فعلا طبق مشهي لذيذ صحي، هي أهم شغلة، وكمان اقتصادي فوق كل هذا. مثل ما أنتم شايفين أنا بدي أحاول شوي يميل لكم، لأنه دائما نحن هون الكاميرا عنا ما بتاخد، بس أشوفوا كيف طلعت معي هيك بهذا الشكل. طيب مثل ما أنتم شايفين هلأ رح أقيم ورش عليها شوي من الفلفل وشوي من البقدونس، وهون عنا شايفين الرزات كمان بياخذوا العقل، كمان هون رح أضيف عليهم شوي من البقدونس، بيعطوا شكل كتير لذيذ وكتير حلو. وشو رأيكم نشوفكم بكرة كمان على أكلة كتير طيبة. يعطيك ألف عافية يا شيف، منظر مشهي، شكرا كتير لك. الله يعافيك يعني. لهم مشاهدينا مشوارنا الصباحي بيكون خلص معكم، إن شاء الله حلقة اليوم تكون نالت أعجابكم، لكل الرابحين معنا لليوم يوم الأحد إن شاء الله ألف مبروك يا رب، تصرفوهم بالهنا، وإن شاء الله من هون لختام السنة بيكون كل الأشخاص اللي مشتركين بهي المسابقة فعلا من الرابحين. عن جد يعني نحن بنتمنى لكم هيك كل الخيرات، أكيد الربح هو شغلة كتير حلوة، ممكن الشخص هيك يتفائل بأنه يربح ولو مبلغ ما كتير يكون كبير، ولكن بيتفائل أنه معناته السنة اللي جاية هي سنة خير، إن شاء الله الخير دائما بعم على بلدنا الغالية سوريا، نرجع مثل قبل وأحسن، هالكلمة رح نضل الأولى لحتى نرجع مثل قبل وأحسن، تبقوا بألف خير، باي باي.